هو ليه والاهلي على الزمالك ما يطلعش تصريح يساند في الاهلي في الموقف ده؟ اكيد الزمالك كاداره وكجماهير مش عايزين الاهلي ياخد البطوله. انا بكلمك انا ما بتكلم على المبدا. ايوه ما هو يعني ده انا اكيد قلت مليون لازم في الناس المية. كلها تساند الاهلي في المبدا مش تساند الاهلي. ما هو كان ممكن الزمالك يبقى في الموقف. ايوه ما هو الاهلي ما كانش هيطلع ولا هيساند. مين انا قال لك؟ بكلمك اهو، ما هو ده الف به في الكوره او في جماهيرين او الكلام دوت. موضوع بقى اللي هو في حساسيه شويه، اكيد ما فيش فرقه برشلونه او فرقه ريال مدريد حد هيساند حد فيهم لا، عشان وهي برضو النقطة مش كل طرف محتاج المساندة من الطرف التاني. يعني الأهلي أكيد مش محتاج، النقطة دي مش هتفرق معاه زي الزمالك لو في الوضع نفسه، برضو مش هيفرق معاه قوي إن حقيقة. النادي الأهلي بيسانده. هي الأمور كلها عادية طب يعني. هاخد من دي، الزمالك قال ان ماتش استاد القاهرة فيه سحر او فيه نحس او فيه حاجة. خدنا الدوري السنة اللي فاتت في استاد القاهرة أغلبية الماتشات. ما هو خد تصريح غريب من إدارة الزمالك. معنى غريب طبعا بالنسبه لي غريب. وانا مش الراجل كان رافض على فكره اللي هو ما يلعبش في، يعني اتقال له الكلام ده قبل كده وقال لا انا هلعب في استاد القاهره وارجع العب في استاد القاهره لحد اخر ماتش ولعب في استاد القاهره. والزمالك قال مش هيلعب تاني في استاد القاهرة. مش عارف بقى الموضوع بقى، ممكن يكون هم يعني الاداره اقنعت الراجل اللي هو ما يلعبش في طب استاد هل القاهره. الزمالك افضل يلعب في بترو سبورت؟ لا استاد القاهره طبعا. طب بترو سبورت حتى ما فيش ليه موافقات لغايه دلوقتي، ما لسه ما فيش موافقات. والدفاع الجوي بتاع بيراميدز ما حدش ينفع يلعب عليه. ما فيش غير حاجه من الاثنين، يا استاد القاهره يا استاد السلام، استاد الاهلي. لا هو بيتهيألي يعني. الاهلي ممكن يفتح دراعاته ويستقبل الزمالك. لا هو مش استاد الاهلي، استاد الانتاج الحربي. هي النقطة بس بتاع لا هو بترو استاد سبورت، السلام مش استاد الاهلي. هو استاد الاهلي لمدة محددة. يعني انسى ايوه ما الانتاج انت الحربي. بتقول الاهلي بيفتح دراعاته. لا صاحب القرار هو الاهلي لا الانتاج الحربي، يعني الانتاج الحربي ما بيلعبش ماتشاته هناك، بيلعب ماتشاته على الاستاد. أي الاتفاق مع الاهلي في استثناء الانتاج ايوه الحربي، ماشي. لان هو ملعب مش الاهلي هو زي هو الدفاع الجوي ملعب بيراميدز. ينفع تلعب على الدفاع الجوي من غير موافقه بيراميدز؟ لا موافقة بيراميدز. ما ما تنفعش تلعب الاهلي، في السلام الاهلي غير واخد الملعب حق انتفاع مده معينه وحقه او مش حقه، ده دي بقى بتبقى مكتوبه في العقود يعني. لكن في الاول وفي وعلى الاخر فكره الاهلي حظه حلو في السلام، ده كسب 4 اخر ماتش الماتش ايه وفاق ستيف. حظه حلو. طب ماشي ما حظه حلو، انا قلت لك حظه وحش. بس خلي بالك في الزمالك، بس في نقطة مهمة يعني مع الأندية الكبيرة كمان، مش الزمالك بس، الزمالك والأهلي، اللعب في بترو سبورت أصعب من إن أنت تلعب في استاد القاهرة أو طبعا في ملعب كبير. طبعا الفرق كلها بتيجي تدافع، سهل جدا تلعبك في بترو سبورت وسهل جدا يطلع ماتش تعادل. إنما في الملعب لما يكون عندك مساحة، يعني إحنا وإحنا موجودين حتى بنلعب أحب ألعب في ملعب في مساحة أقدر أتحرك فيها. إنما في فرق، معظم فرق الدوري بتلعب الأهلي والزمالك إزاي؟ بتلاقوا 10 عايز تحت الكوره. اقفل زون ديفنس، فانت فانت لما تضايق الملعب مش صالحك. بتسهل له كل حاجه. انما استاد القاهره او استاد السلام لا، افضل للانديه الكبيره بكتير. طبعا طب يعني انا عايز اقول لك على حاجه، انه يبقى الازمه في الزمالك مش في الملعب، هو الازمه كانت فنيه او في اللعيبه او في تراجع في المستوى، في مش كده؟ هو انا قلت لك موضوع الزمالك، يعني اذا كنا هنتكلم عن مباراه انبي بقى، يعني نروح لمباراه موضوع انبي. الزمالك السكواد بتاع الزمالك، انا بتكلم في 6 7 لعيبه لو مش موجودين في الفرقه، فرقه نادي الزمالك مش هتبقى ليها شكل الزمالك ما اصلا. كانش ناقص يا كابتن احمد غير امام عاشور اذا كنا نعتبر اللعيبه ما الاساسيه، هو يعني انت كان كله بتتكلم على موجود. لعيب من 6 7 دول بيغيب بشكل مختلف خالص. انا قلت لك قبل كده، يعني بقول الزمالك يقف على امام عاشور؟ ما انا قلت لك قبل كده واحنا بنتكلم ان الزمالك ما عملش صفقات في بدايه الموسم مع الناس اللي مشيت، مع الناس اللي مش موجوده، مع كل حاجه، مع الظروف اللي مر بيها الزمالك الفتره اللي فاتت. فانت بتتكلم في مجموعه لعيبه، مش هكلمك 6 7، هكلمك في 10 لعيبه مستواهم مثلا من 70 ل 80%، الباقي قلت لك من 40 ل 50%. فما التبديل اللي بينزل ما بيضيفش حاجه، بيقللك. فهو ده الفارق في المستوى، يبقى في فارق ايه كبير بس بين. اللعيب يفرق، لعيب طبعا واحد اللعيب يفرق. طبعا اللعيب يفرق في نص الملعب. انت مع الكلام ده؟ لعيب يفرق، وزائد ان في نفس المباراه نفسها حاله عدد من اللعيبه كتير مش جيده. ده اللي انا يعني قصدي عليه، انه كان في مشكله، يعني ما يعني هو هي مش اللعيب، الاستاد، لا مش الاستاد، مش ما انا ما قصد بتكلمش، الملعب انا مش عايز والاستاد. الزمالك يطلع بره استاد القاهره اصلا. يعني انا عن نفسي الارضيه حلوه، ملعب كبير واسع فيه مساحات تقدر، مفيش فرقه بتعرف تدافع كويس في استاد القاهره، يعني ما بيعرفوش يدافعوا كويس في استاد القاهره. الاجنب بتلاقي مساحات كبيره على ارض الملعب، الكلام ده يعني هي كله. مشكله فنيه. الاستاد نفسه يخد الفرقه اللي نازله بتلعب عليه بتدافع، يعني كان فواضح في يعني. تراجع في مستوى فتوح، في محمود علاء، ابو جبل، الونش، الونش، كل عدد من الفرقه. اللعيبه هو زيزو ضخم الوحيد يعني. اللي من بدايه الموسم مع الزمالك ماشي بشكل كويس. بس حتى في الماتش ده برضو الكابتن حلمي قدر ان هو يقفل عليه شويه.
زيزو. هو لا بالعكس، انا شايف ان زيزو صنع حاجات كتير الماتش اللي فات، وعمل اشتغل في الجبهه اليمين بشكل كويس، بس هو الوحيد اللي كان بيحاول، والزمالك اتاح له واحده او اتنين في قبل ما الانبي يتقدم، يعني الانبي هو اتقدم في اخر الشوط بكوره عكس سير اللعب، بعد ما الزمالك استحوذ والكلام ده، كرة عمر السعيد اللي في العارضة والكرة بتاعت أوباما اللي في البداية، الزمالك ما استغلش، لكن برضو الزمالك ما صنعش فرص أو ما قدمش اللي هو يكسب بيه الماتش في ماتش إنبي الصراحة. أنت كنت تتوقع الزمالك يخسر من إنبي؟ لأنه كان الزمالك عنده فرصة يوسع الفارق عن الأهلي، إحنا كنا متفقين إنه والأهلي ما بيلعبش، أكبر وسيلة تضغط بها الأهلي إن أنت تكسب، إنك تكسب. يعني بالفرق 8 يبقى 11 يبقى 14، فهو لما يجي يبقى بيتفاجئ انه لازم يغطي 14 نقطة عشان يوصل لك الاول، وبعدين يفكر يعمل ايه. لا اكيد اتفاجئت لسبب، ان الزمالك بقى له 3 او 4 مباريات اخر 6 ماتشات كسبان 5 قبل انبي، ماشي بشكل كويس، ومتعادل ماتش واحد، وحتى الاداء جوه الملعب، الاداء والروح اخر 5 6 ماتشات مختلفة كويسة يعني، وانت حتى بتتفرج على الماتش حاسس ان الزمالك هيكسب في اي وقت، حالة اللعيبة كلها كويسة، عيد بيتكلم على زيزو، هي النقطة الفرق الكبيرة عامة، ممكن عيد النهاردة حتى عنده 70% من أدائه، لازم يبقى حد حواليه، لازم أنا النهاردة ما كسبتش الفرقة، عيد يكسبها، هي الفرق الكبيرة كده، لازم كل مباراة 2 3 هم اللي يشيلوا الفرقة بمعنى أصح، فأعتقد نادي الزمالك يعني خسارته الإنبي يعني دي هتدي ميزة للنادي الأهلي بعد ما عودته، لأن أنت كل ما نادي الزمالك برضو يعني هي الميزة، وأنا بكسب بضغط على النادي الأهلي. ليها عيب بقى كبير جدا، ان انا لو بخسر بدي اريحيه للنادي الاهلي طبعاً، ان هو بعدد ماتشات اقل يوصل لك فانت بتدي له اللي هو بدل ما اكسب 5 ماتشات تعديك، لا انا اكسب 3 وهبقى مساوي. الزمالك خد الدوري السنه اللي فاتت عشان كسب، عشان ضغط الاهلي، عشان الضغط اللي عملها. فنادي الزمالك عنده القدره ان هو يرجع، هي النقطه اللي عيد يتكلم فيها، اي نادي في العالم اكيد هيتاثر ان انت ما عندكش فتره انتقالات، ما عندكش قيد، ما تقدرش تجيب لعيبه، وده شيء صعب جدا، انما انت في الاول انت ماشي كويس، فانت اعتمادك دلوقتي ان انت تبعد عن النادي الاهلي، لان عوده النادي الاهلي ان شاء الله بعد ما يكسب البطوله ويرجع باداء جيد ويحس ان الفارق قريب، لا يعني الامور هتبقى صعبه يعني.